لازم نحكي على هاد لأنه هي كانت مرحلة انطلاق حياتي، يعني حياتي تبدلت بهاد يعني صارت لي حادثة اللي بها تغيرت حياتي كامل، يعني بها خسرت الباك وكان دفع معنوي دفع يعني باش تتغير حياتي وتكون نكون موتيفي في يعني في كل شيء نكون موتيفي. وهي صارت لي حادثة مع الوالد، ندعو له ربي ربي يحفظه وكذا. الوالد انا كما قلت لكم القصه تاعي، بالك المشاهد يقول الوالد تاعه وين راح. انا الوالد تاعي خلاني مولا عامي، خلاص ما تفارقوا هو الوالده تاعي. انا كبرت بلا والد، كبرت بلا والد. جات مرحله اللي انا لازم نعرف الوالد تاعي، لانه سن المراهقه لازم نعرف الوالد. صارت لي حادثه، كنت خدام في القهوه سيرفر، كان عمي جا للقهوة، هذيك جا القهوة. كي جا عمي للقهوة عرفت بلي هذا عمي، صح هو ما يعرفنيش وانا ما نعرفوش، هو ما يعرفني وانا ما نعرفه. فسربيت له القهوة ومن بعديها قلت له ما عرفنيش، قال لي لا ما عرفتكش. قلت له انا فلان ود فلان. فعمي كتر خيره وكبر بيا وكذا، كبر بيا وعطيني قيمة وقال لي شرك تدير هنا. وحكيت له القصة تاعي، قال لي على بالي بلي أخويا شرح داير، على بالي بلي عنده ولد، صح حوسنا عليك، يعني ما عرفتش أنا وين راك، لأنه كان الوالد تاعي في منطقة وحنا كنا في منطقة. فهو اللي عطاني، طلبت منه أنه يعطيني لادريس تاع الوالد تاعي، ما حبيت نخبر حتى واحد. قلت أنا كانت السيتياسيون تاعنا كانت في، لانه نذكر الوالد، لانه الوالد كان بخير عليه بالبزاف، يعني كان من ارباب الاموال، يعني كان بخير عليه. لكن الوالده سمح فيها بكل صراحه، كانت تسمح في الوالده تاعي، كانت سيباره مكتوب ربي سبحانه وتعالى. لكن انا حبيت نعرف الوالد تاعي على الاقل، هذا دمي، نعرف الوالد تاعي، نعرف خوتي، نعرف اصلي. فقررت انه نروح عند الوالد تاعي ونشوف الوالد تاعي. فالمرة الأولى كانت تلاقيت، رحت عنده قرقبت عليه، فتح علي الباب. الأولى ما عرفنيش صراحة، يعني لاج، كنت شاب صغير، كان بقيت لي تقريبا 3 شهور ونفوت نجوز الباك تاعي. أول شيء استقبلني، قلت له أنا الإبن تاعك، من بعد يسلم عليا، دخلني البيت تاعه، رحب بيا لداره، ومن بعدها وصلني للمكان اللي باش نزيد نتنقل للدار تاعنا. فنشفى جبد لي مليون، قال لي هذا باش تركب وغادي غادي غادي نجي نزورك. انا ما نكذبش عليك، قلت له يا اب تاعي، قلت له يا با، فانا ولدك، قال لي انت ولدي من دمي من لحمي، الحمد لله كل الوثائق باسمه، يعني الحمد لله. قلت له راني متمني تجي تزورني. قلت له الحلم تاعي انك تجي، انا ما نكذبش عليك، كان الحلم تاعي وما تحققليش. كان الحلم تاعي انه مثلا نكون في الكلاس مريح ويقولوا لي بلي تكلم راهم يتصلوا بي، زعما تكلم خرج للاداره تاع وين كنت نقرا، اروح تكلم الشخص فلان. كان الحلم تاعي نروح نشوف با تاعي، شو جازان. لكن الحلم تاعي ما تحققش، لانه الوالد الظروف تاعو لا غالب، وعدني قال لي نجي نزورك. ضربت تقريبا شهرين يوميا نكون في الكلاسه، يقولوا بالك تكلم سي سعيد، تكلم الاداره سي سعيد، ما تحققش. شهرين بعد شهرين قررت انه نروح نزيد نزوره، بالك ربما حكم الظروف تاعو، حكم انه الوقت ما عندوش، لانه راجل اعمال ما عندوش وقت. كانت نخلق الاعذار، وهذا بوالده ما كانتش على بالها كاع، ما كانش على بالها. فقررت نهار، هذاك النهار اللي صرات فيه يعني تغيرت حياتي كامل صراحه، كنت نقرا مليح، كنت ندرس مليح، كانت عندي طموحات باش نروح بعيد. قرقبت صونيت، خرج لي عند الباب
دفعني وقال لي ما تزيدش عندي للدار روح. قال لي انا ما تزيدش تقول لي ماك ما تزيدش تبعتك عندي روح، هاك درت لي مشاكل مع اولادي. فانا كنت شاب سن مراهقه، قلت له انا واش درت لك، انا واش ذنبي، انا ولدك. قال لي ما تزيدش تجي عندي روح درت لي مشاكل. فتمشيت تقريبا 3 كيلومتر وانا كسرت الارض ندخل تحتها. فمشيت وانا كي مشيت تلاقيت عمي هذا، قلت له يشوف عمي، قلت له انا نوعدك باذن الله شي واش صرا لي اليوم وبا واش دار لي هاد اللقطه، نوعدك هو راه رجل امان، نولي بخير عليه، نولي ملياردير وما نديش واش دار هو، نولي نبين له بلي هذا الابن اللي سمحت فيه تكون عندي، اش ندير اشياء اللي في كل شيء، ندير الخير ندير كل شيء، نبين لك بلي انا نجحت، انا المراه اللي سمحت فيها انا نبين، ونبين الوالده تاعي بلي انا انسان ناجح. وهذا راح نبينه ايضا للمشاهد. سي سعيد قلت بلي راح نبين، ومن الالم تاعك قدرت انك تبدع، وهذا الامر راح نشوفوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة حياتي أنا لخصها في آية كريمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يجعل له مخرجا، حتى بالأخ تاعك الأم قالت هذاك بويا، حتى بالأخ تاعك قال هذاك بويا، يعني أنت ما شاء الله رغم أنه هو الصغير في العائلة ولكن راه قدر يحتويهم. باش ما تقولش مشاهدينا ما تقولوش بلي فاقد الشيء لا يعطيه، صدقوني غير احيانا فاقد الشيء يعطي مثليه واكثر، يعطي اكثر. وانت ما شاء الله عليك سي سعيد قدرت تنجز كما شفنا في الفيديو انه صح وليت رجل اعمال وصح نجحت.